الأمر الأخير وبه أختم حديثي أن طالب العلم في رمضان يجب عليه أن يزداد في العبادة أكثر مما يفعل غيره، فإن كثيرا من الناس يقول خذ علمي ولا يضرك تقصيري، وليس الأمر كذلك، فإن طالب العلم مسؤول أمام الله عز وجل عن العلم الذي تعلمه، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن عمله الذي لم يعمل به بهذا العلم الذي تعلمه. ولتعلم إذا أردت أن تعرف أن هذا العلم الذي تعلمته أهو لك أم عليك، أهو نافع أم هو ضار، فانظر في عملك، فإن رأيت عملك قد ازداد طاعة وقد ازداد هدى وقد ازداد توفيقا، فاعلم أن العلم الذي تعلمته قد زاد وهو نافع، وإن رأيت ذلك على خلاف ذلك فاعلم أن علمك ناقص وأن نيتك فيها دخل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يجب على المسلم أن يعرض عمله ونفسه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدها خيرا حمد الله عز وجل وسأله الزيادة، وإن وجدها على خلاف ذلك رجع عن قريب وأناب إلى الله عز وجل. فالمرء يجب عليه أن ينظر في عمله، وطالب العلم بالخصوص كلما تعلم مسألة فيجب عليه أن يحرص على أن يعمل بها. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. وانظر لبعض أهل العلم، فقد روى أبو بكر المروذي أن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة، أي ببحث عن علم لكي يكون عملك على سنة فافعل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما علمت شيئا من السنن قط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إلا سنة واحدة عجزت عن فعلها، وهي أن أطوف راكبا. فقد ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، قال: لم أستطع فعل هذه السنة، قال: وما عدا ذلك فقد فعلته، حتى إنه قال: إذا سمعت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعملها ولو مرة في عمرك. وذكر ذلك في الخضاب، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خضب لحيته بالحناء، فقال: افعلها ولو مرة في عمرك لتتحقق السنة. فالمقصود أن طالب العلم يجب عليه أن يعمل في شهر رمضان من الطاعات أكثر مما يعمله غيره، ويلزم عليه في حفظ لسانه أولا، وحفظ صومه مما فيه شبهة أو غير ذلك، ويجب عليه كثرة لزومه للمساجد وكثرة ولزومه إما اعتكافا أو مكثا أو نحو ذلك، وأن يبادر إلى الصلوات تبكيرا، وأن يحرص على السنن وغير ذلك. ولذلك فإن الإمام أحمد لما كان في سفر قام لصلاة الليل ولم يقم أصحابه الذين كانوا معه، فلما نظر إليهم قال: عجبت لطالب علم لا يقوم الليل، عجبت لطالب علم لا يقوم الليل. وقال أبو الزناد صاحب أبي هريرة رضي الله عنه: إن مما يعاب به على المتفقه أن يقل من قراءة كتاب الله عز وجل، فيجب على المرء أن يجعل له وردا من كلام الله عز وجل، وأن يحرص على أن يأتي بالخير كله وخاصة ما دام عنده شيء من العلم.